هنيئا فيليستاسيون. شكرا. احسن لاعب في المقابله، اذا كيفاش كتجيك انت هذا باش كتكون ميور جمهور؟ الحمد لله فرحان، و الام دعات معايا والحمد لله جات هكا كي كانت، والحمد لله كنت من ان شاء الله التوفيق نهار ثلاث ونزيدوا نربحوهم ان شاء الله. كرة القدم داخل القاعة اشنو كتبغي؟ يعني التقنية، يكون انسان رابيد خفيف؟ احنا ما عندناش، احنا بغينا نربحو ونزيرو راسهم، ما كاينش المشكل مع التكنيك ولا الجروية ولا ما كاين مشكل. واخا كيفاش كتشوف يعني معظم اللاعبين ديال المنتخب الهولندي فهي من اصول مغربيه، واش هادشي كيساعدكم باش تنسجموا بسرعه؟ الحمد لله احنا فرحانين لاعبين مع الهولندا، وكنتمنى لهم توفيق المنتخب المغرب، وحنا معاهم كل مره كنتفرجوا الماتشات ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله يديو معاهم كاس العالم. لعبت قبل، كيفاش شفتوا المستوى ديالهم؟ تبارك الله عليهم واعرين. بالنسبه لكرة القدم داخل القاعه، واش كتكون يعني جايه من الشارع في الزنقه؟ يعني الدراري كيكونوا كيلعبوا شويه في وهذاك الشيء، حنا كنا بدانا في الزنقه ومشينا للفوتسال والفوت. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.